مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوربة العدس لرمضان، كتير طيبة ومغازية. عنا مي، كاسة عدس غسلتن اكيد، كرافس بصل، جزر، حبتين توم نعمتن بهيدا الشكل، 4 معالق طعام زيت زيتون، سبانخ نعمتن بهيدا الشكل، حبق كمان شوي نعمتن بهيدا الشكل، كباية عصير بندورة، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، رشة فلفل أسود خفيفة وملح على الذوق. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط زيت الزيتون، كمان بحط البصل، الكرفس، الثوم، الجزر مع بعض. بسم الله. بقليهم مع بعض على الغاز. بس قليتهم وصاروا بهيدا الشكل، هلا بنحط العدس. ومي. كمان بحط عصير البندورة، البهارات، الكمون، الملح. حركن مع بعض. بسم الله. رح احط ملعقة سمنة صغيرة، بتعطي كتير نكهة حلوة. هلا بتركن يغلوا مع بعض. بس غلوا بهذا الشكل، هلا بنحط حوقنا الحبق، كمان سبانخ. حركن مع بعض. خفف الغاز وبتركن يغلوا ليستوي العدس. هيدي الشوربة بعد حوالي نص ساعة صارت جاهزة للتقديم. بنطفي الغاز. بسم الله. هيدا الشكل النهائي للشوربة، كتير صحية ومغذية. ممكن نعملها بمرقة الدجاج. هيدي الشوربة اللي عملتها أنا وياكم. بقى اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير مفروكة الفستق الحلبي لرمضان. أول شي عنا نص لتر حليب ونص كوب خل أبيض. بسخن الحليب على الغاز. بدي أعمل أنا وياكم أول شي القشطة. بسخن الحليب شوي بهذا الشكل قبل الغليان. هلأ بحط فوقه الخل. بنحركهم مع بعض ليفرط الحليب عن المي. اذا ما فرطوا فينا نحط بعد شوية خل. طعمة الخل بتروح كليا من القشطة، ما تهكلوا هم. هيدا الحليب فصل عن المي، صار عنا القريشي. هلأ منشيلهم منصفيهم بالمصفاي. هلأ حطيتهم بالمصفاي ليصفوا لنكفي الطريقة مع بعض. لنكفي طريقة القشطة عنا نص لتر حليب، ملعقة طعام سكر، 3 معالق طعام نشا، وملعقة طعام مزهر. بحط المقادير كلها فوق بعض. بسم الله. بحركن تحريك مستمر على الغاز. بس اشتدت القشطة بهيدا الشكل هلأ منطفي الغاز. هلأ منخلط الخليط مع بعضه.
بعض. هلا بحطهم بوعاء. هيدي القشطة مثل قشطة المحلات كتير طيبة. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. بدنا نكفي مع بعض الطريقة. أول شي عملنا القشطة. هلا طريقة العجينة. عنا ربع كوب قطر. القطر أكيد كلنا بنعرف نعمله، ما عملت القطر عشان سرع لكم بالفيديو. عنا كوب سميد ناعم، طحين فرخة، ملعقة طعام مزهر، ملعتين طعام زبدة، وملعتين طعام سمنة. فينا نحط 4 معالق طعام سمنة أو 4 معالق طعام زبدة حسب الرغبة. عندي كمان نص كوب فستق حلبي وكمان نص كوب سكر بودرة. لنبلش الطريقة. بسم الله. بدي احط الفستق بالمكنة، نعمهم منيح، وبحط السكر البودرة. كمان القطر. نعمل منيح مع بعض. بس صاروا بهذا الشكل. هلا بدنا نكفي الطريقة، نحطهم على جنب. حط الزبدة والسمنة بالمقلاي، دوبهم على الغاز، دوبهم على نار خفيفة أكيد. بس يدوب بحط فوقهم سميد. بس دبوا بهيدا الشكل. هلا بحط سميد طحين الفرخة يعني. بسم الله. وبحركهم منيح مع بعض ليتشرب طحين الفرخة كل السوائل. بس تشرب طحين الفرخة السوائل بهيدا الشكل، هلأ منطفي تحتهم الغاز. حطهم بالمكنة فوق الخليط. حط فوقنا المزهر. انتهينا من التخليط. صار عندي عجينة بهيدا الشكل. فضيها بالصحن وبحطها على جنب لتبرد القشطة لأقدر استخدمها. هيدا شكل العجينة مثل ما شايفين. هيدي القشطة بعد ما جمدت منيح بالبراد، كيدي أنا كل شوي صرت حركها عشان ما تعمل وج. كمان هيدي العجينة اللي عملتها أنا وياكم، هلأ بدنا نحطها بالقالب. بحطها أنا بهيدا القالب. شفتوا العجينة كيف صارت كتير مرتبة، شدت شوي وكتير صارت ناجحة.
شفتوا كيف كتير مرتبه. بسم الله. هلا اللي بده اكتر يعمل بدوبل المقادير، ريحتها كتير كتير طيبة. ولا بهذا الشكل. شيلها من القالب عما هل اخذت الشكل اللي بدي اياه. هلا بحط القشطة. ضل عندي قشطة وضل من العجينة كمان. هلأ بعملهم لغليكي. بحط كرز مجفف للزينة، كمان برش فستق حلبي. واو شفتوا شكله شو حلو. هذه مفروكة الفستق بالقشطة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.